موجود معاكم النهارده وبقول الجهد اللي انتوا بتعملوه ده. تحيا محيا شعب مصر وارض مصر عاشت مصر. الجهد اللي انتوا بتعملوه الشباب والشابات اللي موجودين في الايام الصعبه اللي موجوده اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن اهلنا في فلسطين في القطاع، كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما امكن عنهم. ارض الدور الكبير اللي قامت بيه مصر متمثلة في كل المصريين. حياة كريمة، تحيا مصر. كل الناس اشتركت عشان تخفف عن أهلنا في قطاع غزة. فليرى الأحرار يا كل العالم.